إذن قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 من خلال استعمال اللقاحين اللذين اختارهما المغرب وهما أسترازينكا وسينوفارم، حيث تم إثبات فعاليتهما ضد الوباء مع احترام تام للمعايير الدولية. في المقابل، من المحتمل أن يتسبب اللقاح، كما هو شأن لكل الأدوية والمنتجات الصحية، من المحتمل أن يتسبب في آثار جانبية. سنناقش تفاصيل هذا الموضوع مع الدكتور طيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، الذي ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من الدار البيضاء. دكتور، صباح الخير. صباح النور. إذن حملة تلقيح وطنية من المنتظر أن تنطلق في الأيام المقبلة عبر ربوع المملكة، طبعا في مواجهة فيروس كورونا، يعني وهناك تخوف لدى الساكنة دكتور من الآثار الجانبية المحتملة لهذه اللقاحات المضادة. ماذا عن ربما توضيحات أكثر حول هذه الآثار المحتملة؟ طبعا، لانه الناس كيكون عندها تخوفات من اللقاح اكثر من الادويه، ماشي لان اللقاحات لها اثار جانبيه اكثر، بالعكس تماما، ولكن لان الناس كتاخذ الادويه حين تكون تحس بمرض معين، كتحس بمرض وترى في الدواء واحد الضروره قصوى من اجل الشفاء، بينما في اللقاح الجسم الانسان كيكون سليم، ما عنده حتى شي مرض، وكياخذ اللقاح باش ما يتعرضش للمرض في المستقبل. فبالتالي الاشتراطات ديال المواطن والتخوف ديالو كيكون اكثر. اللي يمكن لينا نقولوا على انه بالنسبه للقاحات، اول شيء بالنسبه في الطب بشكل عام، هناك قاعده ذهبيه من ابقراط الى اليوم كيتم الاحترام ديالها، وانه اي دواء او اي لقاح ما يمكن يتعرض على الانسان الا اذا كان قبل ما نتكلموا على الفعاليه خصو يكون اولا امن. كنشوفوا درجة الأمان ديالو هي الأولى، إلا ما كانش آمن جدا ما يمكنش نتكلموا أو نتحدثوا على الفعالية. فإذا لا حديث عن الفعالية ديال أي لقاح أو دواء إلا بعد التأمين ديال السلامة والأمان ديال أي لقاح. طيب النقطة الأولى. الحاجة الثانية، نعم تفضل دكتور. تفضل. ألوغ، هذيك المسألة الأولى. ثانيا، اللقاحات بحال عندها كلها بحال تفضلتي أستاذ في السؤال، كل عندها اثار جانبيه، ولكن حنا نشوفوها باللي واحد الاثار جانبيه اللي كتكون بسيطه، والهدف ديال الدراسات السريريه هي نشوفوا واش عندها شي اثار جانبيه صعبه او وخيمه، واذا كانت ما غادي يتمش ترخيص اللقاح. ولكن في الحاله هذه حنا امام اثار جانبيه يعني عاديه او بسيطه. يعني الاثار الجانبيه المحتمله للقاح الخاص بفيروس كورونا هي اثار بسيطه، يعني دكتور لا خوف يعني من الاقبال على هذا اللقاح. اكيد، ولهذا تم يعني الترخيص له بكل طمانينه من طرف الدول اللي تعرض عليها اللقاح. علاش؟ لانه نعرفوا باللي اللقاحات عموما كيكون عندها الاغلبيه ديال الاثار الجانبيه ديالها، ملي كنقول الاغلبيه كنقولوا اكثر من 95% الاثار الجانبيه كتبان في 40 اليوم الاولى من بعد اخذ اللقاح. وفي كوفيد السلطات الصحيه في العالم كله كلها يعني في جميع الدول قالت بانه ما غيتمش الترخيص لاي لقاح ماشي تمر 40 يوم حتى تدوز 60 يوم على الاقل من بعد اللقاحات. فاتت 60 يوم، حنا دابا الان ماشي غير 60 يوم، حنا في عده اشهر من بعد ايجاد اللقاحات، وحنا اليوم ماشي فقط من اجراءات من بعد التجارب السريريه اللي شاركوا فيها عشرات الالاف، حنا اليوم امام ملايين وعشرات الملايين الناس اللي في العالم كيستفدوا من اللقاح، وبالتالي كيمكن لنا اليوم حنا متاكدين بانه اللقاحات، اذا تكلمنا على اللقاحات الاثار الجانبيه ديالها يعني واحد الحمى بسيطه، الم ديال الراس، الم في الجسم او الاحمرار، والم في المكان ديال اخذ الحقنه، وهذه اثار جانبيه معروفه حتى عند اللقاحات اللي كنعطيو للاطفال، والاباء كيعرفوا هذه المساله هذه، وهي عاديه جدا. نعم. وبالتالي ماشي خطيره ومنتظره. إذا نتمنى أن تساهم هذه تصريحاتكم دكتور في يعني تطمين أكثر المواطن الذي سيقبل في الأيام القليلة المقبلة على أن يخضع للقاح لهذا الفيروس، فيروس كورونا. يعني توصف الأعراض الجانبية للقاح بالخفيفة وبالمتوسطة، يعني ما الفرق بينهما؟ يعني هل من توضيح يعني في هذا الشأن دكتور؟
هي في اللقاحات كاين يعني كاين تصنيف ديال الاثار الجانبيه حتى لاربعه ديال الدرجات، كاين الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه، والدرجه الرابعه. الدرجه الرابعه هي الاقوى، وهي اللي كتكون كتطلب من الانسان انه يدخل المستشفى او ياخذ علاجات خاصه باش كيتعافى من الاثار ديال اللقاح. الاثار البسيطه هي اللي كتكون يعني واحد الالم مثلا بسيط في المكان ديال الحقنه، يمكن تكون من درجه 2 او من درجه 3 مثلا، هي الارتفاع درجه ديال الحراره واحد 12 او 24 ساعه. فاذا هذا هو التصنيف ديالها اللي اقصاها او اقواها او اشدها هي الدرجه الرابعه من الاثار الجانبيه، وهي اللي كتطلب علاجات خاصه من بعد ما الانسان كيتلقى اللقاح لحد الساعه. وهنا هذه الاثار الجانبيه كنقولوا مثلا الاغلبيه، نحن كنتكلموا على سينوفارم، كنتكلموا على استرازينيكا، في الاثار ديال الدرجه 2 ما همت 2% ديال المتطوعين. وبالتالي نعم، الاثار اللي تكلمنا عليها والاثار الجانبيه اللي تكلمنا عليها ديال الحمى والالم هي اغلب الاثار الجانبيه اللي تسجلت عند المتطوعين. طيب نبقى في ذات السياق دكتور، يعني نبقى في سياق الحديث عن الاثار الجانبيه، يعني يؤكد الاطباء بصفه عامه ان هذه الاثار الجانبيه هي ايضا علامه على ان الجسم يتفاعل بشكل صحيح مع اللقاح. هل من تفسير علمي اكثر حول هذا المحور؟ اكيد، لانه اللقاحات في اخر المطاف شنو فيها؟ يعني اللقاحات فيها اما فيروس مقضي عليه ميت، اما جزء من الفيروس، اما بروتينات، اما واحد الجزء من 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 الفيروس اللي كتعطي للانسان باش الجسم الانسان كيتعرف عليها وكيتجاوب معها بانه كيحاربها عبر افراز مضادات الاجسام، يعني كيشغل المناعه ديالو باش يحارب هذاك الفاكسان. وحنا هذا الدور، الهدف ديال التلقيح هو انه الانسان كياخذه والجسم كيتجاوب معاه من خلال المحاربه ديالو، كيحاربه باش في المستقبل الانسان اللي كيتلقى مع الفيروس والميكروب الحقيقي، هذيك المناعه اللي حارب بها اللقاح كيحارب بها الميكروب الحقيقي. فبالتالي هذا التفاعل ما بين الجسم الانسان واللقاح، وماشي فقط هذوك لي زونتيجين، هذوك المستضادات اللي كاينه في اللقاح، الجسم الانسان كيتفاعل حتى مع باقي المكونات ديال اللقاح. اللقاح يمكن تكون فيه مكونات اخرى اللي كتصاحب هذوك لي زونتيجين، اما باش كتضمن الفعاليه اكثر او يبقى مده اطول، او كتضمن الاستقرار ديال اللقاح. طيب الجسم يتفاعل مع كل المكونات ديال اللقاح، وهذا دليل على ان جسم الانسان كيتفاعل مع اللقاح بدون ما يعنيش المواطنين على انه يمكن الانسان ما يحس بشي اعراض، هذا ما كيعنيش بالجسم ديالو ما استجبش، حتى هو كذلك يكون جاوب مع اللقاح وما كيطرح حتى شي مشكل. طيب دكتور، يعني هل يمكن ان لا تحدث الجرعه الاولى اثارا جانبيه متوسطه وخفيفه، وقد يعني تحدث هذه الاثار خلال الجرعه الثانيه او العكس؟ دابا الدراسات اللي نتائج الدراسات اللي خرجت كتبين بانه في الجرعه الثانيه كاين الاثار الجانبيه اكثر، النسبه ديالها اكثر من اللي بانت في الجرعه الاولى. وفعلا وهذا يعني سؤال مهم، يمكن الانسان ياخذ الجرعه الاولى ما تكونش عنده اثار، وياخذ الجرعه الثانيه وتكون عنده اثار، او تكون في المره الثانيه اكثر من الاولى. يعني عند الناس نسبه الناس اللي كي عندهم اثار جانبيه في المره الثانيه كيكونوا اكثر من المره الاولى، وهذه مساله عاديه لانه كتكون المناعه بدات كتحفز والجسم الانسان بدا كيتحفز والمناعه بدات كتطور. طيب وبالتالي الاثار كذلك تبان اكثر. كيمكن الناس في الجرعه الثانيه ما يحسوا حتى بشي حاجه كذلك، نفس الشيء. طيب دكتور، بقي سؤالان لو سمحت يعني باختصار ليتسنى لنا ان نلقي الضوء عليهما. هناك اشخاص يعني يمنع عليهم أخذ اللقاح، فما هي الأمراض التي يمنع كليا على أصحابها أخذ اللقاح؟ أولا اللقاح موجه لجميع الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة وعندهم حالة خاصة وعندهم في الجسم ديالهم محتاجين العلاجات. كاين فئات اللي كيتمنع عليهم اللقاح لانهم مثلا اقل 18 سنه، لان ما داخلينش في الدراسات السريريه، النساء الحوامل كذلك لان ما داخلينش في الدراسات السريريه. الناس اللي عندهم امراض يعني خطيره
ديال المناعه هادو ما كياخذوش اللقاح، وهادو قلال الناس اللي عندهم امراض خطيره في ديال المناعه. الناس اللي عندهم امراض كياخذوا ادويه كتاثر على المناعه، مثلا اللي عندهم سرطان وكياخذوا العلاج، حتى اللي عنده السرطان كيمكنوا يتلقح، ولكن اللي كياخذ العلاج كياثر على المناعه، كياجل اللقاح ديالو. كذلك الناس اللي عندها امراض حاده كذلك خصها تستنى حتى يفوت المرض وعاد يمكن لها تلقح. طيب دكتور في الأخير، يعني حتى بعد أن نأخذ اللقاح، يعني يخضع المواطن للقاح، هل كيف يعني ستمكن، كيف ستكون المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمتابعة احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية من هذا الوباء؟ ماذا تنصحون في هذا السياق؟ خص اولا لنكون واضحين، الانسان سواء خدا اللقاح او مازال ما خداه خصو يستمر في الاحترام ديال الاجراءات الحجيزيه، لا بالنسبه للكمامه والتباعد وغيرها. من الضروري جدا سواء الانسان كان تلقح، لانه اولا كان تلقحوا يمكن وديك 10% اللي ما تجاوبوش مع اللقاح ما غيكونوش محميين. كذلك عندنا الناس في المجتمع اللي ما خداوش اللقاحات، خصنا نحميوهم. الحاجه الثالثه هو الناس اللي خداو اللقاح واخا يكونوا بيناتهم، يعني 10 الناس خداو اللقاح بيناتهم، كيخصهم يستمروا في الاجراءات الحجيزيه، لانه ما عندنا حتى شي ضمانه ديال 100% انه الانسان راه خدا اللقاح وتجاوب معاه، او لم يمكنش يوصل لحاله خطيره لا قدر الله. شكرا. او ينقل الوباء الناس اخرين. هذا علاش خص الجميع اللي تلقحوا اللي ما تلقحوش يحصلوا على المناعه الجماعيه. نعم، الدكتور شكراً. طيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحيه، شكرا جزيلا لكم. شكرا.